عليكم اخوتي، دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. لقاكم هذا الفيديو نتوما في اتم الصحه والعافيه ان شاء الله باذن الله. اليوم جيت نوجد معكم واحد اللي كيش مالحين، كيجيو بالطون، كيجيو رائعين، كيجيو غزالين. كنتمنى منكم الاعجاب ديالكم ان شاء الله. على بركه الله نبداو. عندنا هنايا علبه ديال الطون. بالنسبه للطون انا غير قلت لكم علبه حيت انا باقي عندي هذاك اللي كنت صوت معكم داك النهار، المهم هو اللي غادي نستعملو دابا ان شاء الله باذن الله. غنحتاج معاه واحد العلبه ديال الشامبينيون، ونحتاج معاه زيتون مقطع على هذا الشكل هكا صغير كحل وخضر عندي. غنحتاج معاه فلفله خضراء، نحتاج بصله، الهريسه حار يعني اختياري. بالنسبه للعطريه نحتاج غير بزار والملحه وشويه ديال الكيتشوب. وانا اللي كيش عندي يعني شريتهم واجدين، هادو يعني الثمن مناسب وتبارك الله راه فيهم الخير والبركه. نديرهم للدراري ان شاء الله هكا كاسكروت ولا العشاء ولا المهم حاجه خفيفه كتجي زوينه. دابا ان شاء الله نبداو في قطعوا البصله ديالنا، قطعوها رقيقه، قطعوها على شكل طولي هكا ولا مربعات ولا اللي بغيتو. المهم يعني المهم خصها تشحر مزيان ان شاء الله، حيت غادي نشحروا هاد البصله والفلفله غادي تشحروا مزيان، ولي شامبينيو شحروا مع شويه ديال الملحه والبزار. هاد الوصفه هادي كتجي رائعه للغدا ولا العشاء ولا كاسكروت، المهم اي حاجه مع كويس ديال العصير الوليدات كتجي رائعه كتجي. ناخذ مقيله نحطو فيها البصله ديالنا مزيان. انا راه سابق دايره عندي الزيت، غادي نزيد واحد شويه ديال زيت الزيتون. ندير شويه ديال الملحه، ما تكثروش الملحه بزاف حيت يعني جميع العناصر عندنا مالحه، يعني الطون مالح، الزيتون مالح، الهريسه مالحه. دابا غندير هاد البصله تقلى ان شاء الله ونرجع معكم عاوتاني. من بعد ما درنا البصله ديالنا كتشحر، دابا غنقطعو الفلفله حتى هي. الفلفله نقطعوها على شكل مربعات. الفلفله ديالنا نردوها للزليفه ديالها، حتى هي غنديروها فوق البصله تشحر، نشحروا هادشي كامل مزيان. دابا ان شاء الله غنقطعوا حتى لي شامبينيو، حتى هما نقطعوهم مربعات. هي
اللي عندها لي شامبينيو خضر دير لي شامبينيو خضر، اللي واجد عندكم زيدوه، اللي بغات دير دجاج دير دجاج، اللي بغات دير كفته دير كفته. انا عندي مهم الطون درت الطون، مره اخرى ان شاء الله ندير معكم ديال الدجاج ديال الكفته. المهم حنا غير ك يعني كفكره وصافي، عطيناكم كفكره داك الطون، يعني انتم درتوه عندكم يعني بزاف ديال الافكار ديروهم به. انا كندير به كاسكروطات، كندير به هكا بيتزا، دير بهم هكا يعني اي حاجه تصلح ديريها ديريها. نخليوها عاوتاني تشحر مزيان، اللي عندو يعني فلفلة ألوان يدير فلفلة ألوان هكا حمرا صفرا صفرا، كتجي زوينة كتعطي حتى المنظر كتعطي زوينة. ندير حتى داك لي شامبينيو معاهم، دابا غادي نغطي عليهم ونخليهم حتى يتشحروا مزيان يدبالوا داك الشيء. ها ان شاء الله نطلعوا معاكم، ديروا يعني مليحه على حسب الذوق ديالكم، شويه ديال البزار، انا غنزيد شويه ديال البزار دابا صافي. كندير غير مليحه وبزار وكنكتاو في البزار، كيجيو رائعين كيجيو اللوينات، كيجيو فنين كيجيو، عاد كان داك لا حمراء وصفراء كيعطيو حلوين فن كيطيب. هاهي دابا غنسد عليها ان شاء الله حتى طيب ونرجع معاكم. دابا من بعد ما درنا داكشي كيتشحر ديالنا فليفله وبصله وداكشي كيتشحر، دابا غادي نديرو واحد لاصوص كيجي فوق يعني فوق لي كيش، كيجيو فنين يعني بلا فرماج احمر بلا والو. غناخدو بيضه، بسم الله، يعني تاخدو نتوما الكميه اللي غتحتا يعني اللي غتقدكم في يعني غتكثروا الكميه ولا تقللوا على حسب نتوما شحال عندكم ديال لي كيش. نزيد عليها واحد جوج فرماجات، هاد لاصوص هادي كتجي غزال، هاد يعني البديل ديال الفرماج كيجي غزال. نزيدو عليه شويه ديال البزار، وشويه ديال الملحه، ما نكثروش الملحه بزاف حيت الفرماج راه مالح. ديال القياس هادي، نخلطو هادشي مزيان، ومن بعد ما خلطنا داك الفرماج ديالنا يعني من اللي بغات ديروه في مولينيك ديروه، اللي بغات انا المهم بغيت داك الطريفات هكا ديال الفرماج يبقاو باينين. غادي نزيد عليه تقريبا واحد
يعني هكا شي يجي 4 المعالق كبار ديال الحليب، ونخلطو كلشي مزيان، ونخليو هادشي كامل على جنب حتى ان شاء الله توجد لينا العمارة ان شاء الله، ونوريكم طريقة الاستعمال ديال هادشي. صوبي شكرا. بغينا ناخدو داك الكيس ديالنا الطاوات، هاد لي كيش هادو كيجيو بنان، كيجيو غزال رائعين، كيجيو ما تاخدو كمية اللي بغيتو نتوما وليداتكم، اللي بغا ينقص ينقص، اللي بغا يزيد يزيد. هكدا ستفوهم حتى غادي يدخل الفران. غندهنوا هاد ليكيش ديالنا واحد شويه، انا بالنسبه ليا ما عنديش يعني داك الماطشه ديال، يعني درت غير شويه ديال الكيتشوب وصافي باش كنفزكو هاد ليكيش، يعني ما درتش. اللي عنده داك الصلصه ديال البيتزا يديرها كتجي زوينه كتجي، لا اي صوص عندكم دهنوا بها. ندير هاد ليكيش كاملين. اللي كيبغي النسمه ديال الثومه هكا يدير واحد، يعني واحد ربيع ديال المعلقه ديال البودر، يعني الثومه بودر اللي حك شي رويز ديال المعلقه. انا ما درتش اليوم، ما درتش. هي دابا من بعد ما تشحرت لنا الشربوله ديالنا نزيدو عليها داك الطون اللي حنا فرتتناه، نزيدو داك الزيتون قطع حتى هو يعني خضر، وبحال اللي ما عندهاش يعني دير تكتفي غير بلون واحد، يعني غير البيض ولا بحال اللي كان. نخلطو هادشي مزيان، غادي نزيدو عليها واحد شويه ديال لاصوص اللي درنا باش ما يجيوناش هاد ليكيش ديالنا فاسقين، ما يجيوناش ناشفين. سمحوا لي واحد شويه ديال هذيك، اللي بغاها اللي ما بغاش ماشي مشكل. بغا نخلطوا هاد العناصر كلها مع بعضياتها. عرفتي واحد الريحه طالعه رائعه ديال داك الفلفله والطون والزيتون، كتعطي واحد الريحه واعره كتعطي. المهم حاجه بسيطه نخرجوا منها ان شاء الله الشيء اللي كيبغوا الوليدات. دابا غنبداو نعمرو ان شاء الله في الكيش ديالنا، غادي نقي سطح العمل ان شاء الله ونرجع معكم. دابا من بعد ما عمرنا الكيش ديالنا راه جاتني العمارة، هي هذيك يعني العمارة اللي درت عطاتني 12 وحدة، جات العمارة نيشان جات. دابا ان شاء الله غادي ندير عليهم هاد لاصوص من فوق هكا ديال داك البيض والفرماج، كيجي رائع كيجي والله الا كيجي غزال، يعني ماشي ضروري تيكون الفرماج الحمراء هكا عاد نديروه.
مهم يعني المقادير اللي درت دابا. انا المقادير اللي درت يعني هادشي يعني هاد المقادير اللي عطيتها بغيتو داكشي مضبوط. العمارة دات لي عمرت لي 12 وحيدة من هاد ليكيش، ويعني جوج فرماجات وبيضة وخمسة المعالق ديال الحليب، يعني سقيت بهم كل شيء، ما شطيت حتى شي حاجة وما حتى شي حاجة مخصوصة، جات هي هذيك نيشان، يعني المقادير هي هذيك مضبوطة. دابا غندخلو ان شاء الله الفران يتحمروا، حتى يتحمروا ان شاء الله ونرجع معكم. يعني راه كلشي طايب، خصهم غير يتحمروا وصافي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الليكيج ديالنا، كيجيو بحال هكا. كنتمنى منكم كنتمنى لنا الاعجاب ديالكم ان شاء الله، وتجربوهم تشاركوهم لوليداتكم، وبالصحه والراحه. حنا حداكم حيدات هذه زوينه.